جزاكم الله خيرا، ما حكم تقليد المرأة بترتيب الرجل في قراءة القرآن الكريم؟ لا بأس بترتيل المرأة للقرآن، لأن ترتيل القرآن مطلوب للرجال والنساء. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يعني يقرأ القرآن مفصلا، يقف عند رأس كل آية ويمد ما يستحق المد، ويؤدي إخراج الحروف كما ينبغي، ويتمهل في قراءته ويتدبر. هذا مطلوب من الرجال ومن النساء. لكن إذا ترتب على جهر المرأة بالقراءة وترتيلها فتنة للرجال، أن تكون قريبة من الرجال، فإنها لا ترفع صوتها بذلك، وإنما ترتل القرآن مع خفض الصوت وعدم رفع الصوت خشية الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا قلدت قارئا شخصا، لا بأس إذا كان القارئ يجيد القراءة. نعم. وقلدته في القراءة الجيدة، فهذا من باب التعلم والاقتداء، باب التعلم والاقتداء في القراءة الجيدة. نعم.